أنا طارق. أنا أعيش في أسرة. مكونة من أم أب وأم وثلاثة أولاد. تتوق النفس البشرية لتعلم كل ما هو مفيد، وتألف الروح من يساهم في تعليمها وإرشادها بغض النظر عن عمره أو جنسه أو حتى جنسيته. بعض النفوس ترقى وتسمو باهتماماتها منذ صغرها، فتحمل عبء المجتمع وهمومه على عاتقها، وتشعر بمسؤولية اتجاه كل فرد من محيطها، حتى تحاول جاهدة تحسين الوضع العام بما أوتيت من علم وجهد. الطفلة مريم خير مثالاً عن كلامنا السابق، علت همتها رغم صغر سنها، ولم تثنها العوائق والمصاعب عن إيصال رسالتها. تعيش الطفلة مريم ذات 10 سنوات مع عائلتها المهجرة من نواحي مدينة إدلب، ولأنها يتيمة حرمت من حنان الأب، تحاول أن تساعد كل محروم، وأن تكون نبراساً يضيء درب الطفولة في مخيمها الواقع على أطراف مدينة عفرين. مشروعها بالرغم من بساطته، لكن أهدافه سامية عظيمة، ففي خيمة متواضعة تجمع أطفال المخيم وتنقل لهم ما تعلمته في مدرستها البعيدة. حق الطفل على رئتيه. حق الطفل على رئتيه. أنت رعاه في كل حنان. أنا اسمي مريم، عمري 10 سنوات. تركني أنا وأمي أنا وأمي وأخواتي بهذا المخيم. أبوي توفى على مفرق الضيعة، مهجرة من كفر بطيخ. بنروح على المدرسة عن الحجر، هون بعيد شوي. هذول ما في يعني يروحوا. قام أنا إيش بتعلم من المدرسة بجيب علمان هوني. علي 18 طالب، بعلمان بس العصر، بعلمان بس العصر، لأن بروح على الصبح على المدرسة بجي الساعة 12، بجي الساعة 12 بوصل الساعة 12:30، بعطيهم الدرس، بعطيهم الرياضيات، عندي كتابات كمان، بعطيهم كتاب الكتابات كمان بيتعلموا. أنا بتمنى بهاي رفقاتي يصيروا يروحوا على المدارس، وأنا هاي أكبر بعد ما أكبر صير أنسي. الطفلة مريم مع إمكانياتها البسيطة وظروفها الصعبة، أبت روحها الحرة إلا وأن تترك بصمة وعلامة فارقة بخيمة متواضعة ومعلومات ضئيلة نسبياً. تحية احترام وتقدير لهذه الطفلة ولمن ربتها وزرعت داخلها هذه القيم. أنا كل يوم بالصبح الساعة 7 بقوم بجهز أغراض المدرسة وبروح لهونيك، بروح ماشي على هذيك المدرسة، هذيك الضيعة، بروح هونيك. يتعهدنا كلب الثاني ويغذينا بمورده الوطن الغالي. نحن أصدقاء الوطن الغالي. أمل يكبر رجع أغاني. أمل يكبر رجع أغاني. نحن غرس في روضته. نحن